الآن إلى سويسرا. حضرة الرئيس، أتوجه بالشكر للمبعوث الخاص هانز جرونبرغ وسيدة ليسا دوتن على إحاطتيهما. الحرب قبيحة، هكذا ذكرت إلهام حسن المواطنة المقيمة في صنعاء بالرغم من العمر 40 عاما رسالتها في سبتمبر 23، الرسالة الموجهة لأجيال المستقبل وبها نداء للسلام. لابد أن نشدد على الحاجة المسا لإنهاء دائرة العنف هذه، وسويسرا تشعر بقلق بالغ إزاء الوضع في المنطقة بما في ذلك في اليمن، والتصعيد الإقليمي الأخطر لابد أن يتفادى، فهذا التصعيد سيؤدي إلى سوء الأحوال في اليمن وستترتب عليه آثار إنسانية خطيرة. وندعو كل الأطراف لاحترام القانون الدولي احتراما صارما بما في ذلك حق حرية الملاحة في البحر الأحمر، ونكرر دعوتنا لأقصى درجات ضبط النفس والالتزام بالحالة الدبلوماسية. تؤيد سويسرا كل الجهود السياسية المبذولة في هذا الخصوص. ثانيا، تسوية الحالة السياسية في اليمن لابد أن تبقى في صميم كل الجهود. ندعو كل الأطراف على بذل قصارى جهدها لتفادي العودة لصراع واسع النطاق. تدابير بناء الثقة ضرورية في هذا الخصوص. في الشهر الماضي رحبنا باتفاق لوقف التدابير الانتقامية في القطاعي المصرفي واستئناف بعض الرحلات الجوية، والتنفيذ الجزئي لهذا الاتفاق خطوة سليمة على المسار السليم. كل تدابير الانتقام الاقتصادي لابد أن تتوقف، وتوجه دعوات لأطراف النزاع لاحترام أحكام اتفاق التهدئة الاقتصادية الذي أبرم تحت رعاية مكتب المبعوث الشخصي. استئناف المناقشات بادرة إيجابية نرحب بها. هذه النقاشات توفر فرصة لتهيئة مناخ من الثقة وإعطاء زخم جديد للمحادثات التي بدأها المبعوث الشخصي، وعليه تكرر سويسرا دعمها الكامل لدور الوساطة الذي يقوم به المبعوث الشخصي. ثالثا، دعم العمل الإنساني والتسوية الدبلوماسية للصراع فقط هي ما يمكن أن تؤدي إلى تحسن دائم في الوضع الإنساني المقلق، ويقلقنا الفيضان. وهناك دراسة أجرتها منظمة غير حكومية يمنية بناء على طلب من سويسرا حول أثر تغير المناخ على النازحين في اليمن، أظهرت أن أكثر من 600 ألف نزحوا في السنوات 15 الماضية بسبب الفيضانات والأعاصير. هذه الفيضانات تفاقم من أثر أو خطر أمراض مثل الكوليرا، فضلاً عن ذلك تدمير البنى الأساسية المدنية وتشرذم الناس بسبب النزاع المسلح القائم زاد من أوجه التضرر من هذه الأحداث المناخية. عمل الأفراد الإنسانيين لا غنى عنه في هذا السياق، ومن ثم فسلامتهم وإمكانية وصولهم للمدنيين لابد أن تكفل وفقا للقانون الإنساني الدولي كما ورد في القرار 27-30. تشعر سويسرا بقلق بالغ إزاء القيود التي يفرضها الحوثيون على الحيز الإنساني والمدني. الاحتجاز التعسفي للمدنيين اليمنيين بمن فيهم الأفراد الإنسانيين العالمين في الأمم المتحدة غير مقبول. تدين سويسرا اجتياح مكتب مفاوض حقوق الإنسان في صنعاء، وندعو لإطلاق السراح الفوري لكل المحتجزين تعسفياً. الدخول دون إذن لمكتب الأمم المتحدة والمصادرة قهراً لوثائق الأمم المتحدة وأدواتها يشكل انتهاكاً خطيراً للمزايا والحصانات التي الامتيازات والحصانات التي تتمتع بها الأمم المتحدة. حضرة الرئيس إلهام حسن اختتمت رسالتها بتوجيه نداء عاجل بإحلال سلام دائم سيحافظ على الحرية والكرامة والحقوق المساواة للجميع، ونكرر هذا النداء من أجل اليمن ومن أجل منطقة لاتساعها. دعم هذا المجلس لي الجهود الإنسانية والسياسية التي تبذلها الأمم المتحدة تبقى أساسية، وسويسرا ستواصل العمل تحقيقا لهذه الأهداف. شكرا.